لا رئيس ولا حكومه الاستعداد لحرب الكوليرا ريفي العد العكسي لسيطره ايران بدا ايران تشتعل في اربعين مهسا اميني مساء الخير لا رئيس ولا حكومه ولا حلول مرتقبه وحدها جبهه الكوليرا تشهد استنفارا لمواجهه الوباء اما اوبئه الفساد والتبعيه والسرقه والكذب فازدهرت ولا تزال خصوصا في السنوات الست الاخيره التي فاقت سابقاتها فبلغ اللبنانيون اسفل دركات المعيشه فلم يسجل حكوميا اي اختراق في المواقف لا من جانب العهد والتيار ولا من جانب الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وان تستمر الرهانات على تعويم الحكومه في اخر اللحظات. في هذا الوقت انفلت المشهد السياسي على كباش دستوري بشان مدى امكانيه حكومه تصريف الاعمال ان تطلع بدور اوسع. مع التسليم بوقوع شغور في سده الرئاسه وضيق الامل ب حكومة جديدة يتصاعد الجدل والإشكاليات والسجالات عن إمكانية تسلم حكومة تصريف الأعمال مهام رئيس الجمهورية فماذا يقول أستاذ القانون الدستوري والدولي البروفيسور رزق زغيب عن الأمر عبر صوت لبنان حقيقة أن تتولى حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئاسة وكالة أمر غير منشود وغير مرغوب ولكن لا حل تامينا لمبدا استمراريه السلطات العامه واستمرار الحياه الوطنيه وتلافيا للوقوع بفراغ كلي في السلطه التنفيذيه فعند وقوع الشغور الرئاسي بعد بضعه ايام لا مناص من ان تتولى الحكومه وان كانت حكومه تصريف اعمال تولى صلاحيات الرئاسة وكالة وهي بذلك ونتيجة ظروف العجلة والضرورة التي يفرضها الشغور الرئاسي تمارس الصلاحيات وإن كانت في بعض الأحيان تصرفية لسد هذا الفراغ ولتأمين المستقبل. مات الحياة الوطنية اللبنانية هذا أمر غير مرهوب ولكن إن وصلنا إلى المحظور ولم تتشكل حكومة فتتولى حكومة تصريف الأعمال الصلاحيات وكالة. وعن النزاع القائم في إمكانية تولي حكومة تصريف الأعمال مهام رئاسة الجمهورية موقف لأستاذ القانون الدستوري البروفيسور أمين صليبة عبر صوت نعم حكومه تصريف الاعمال يلي هي وفق دستور حكومه مستطيله لا يجوز لها ان تتسلم مهام رئيس الجمهوريه لانه ما في نص بالدستور يحظر ذلك لكن في مبادئ دستوريه يجب ان نحترمها انطلاقا من مبدا من لا يستطيع القليل لا يستطيع الكثير اذا حكومه تصريف الاعمال وفق الاجتهاد تبقى ضمن تصريف الاعمال الضيق بقى كيف بالاحرى عندما تتولى صلاحيات رئيس الجمهوريه المتنوعه يعني ما فينا نكرر اللي مثل ما تم بايام حكومه الرئيس تمام اسلام لانه كانت حكومه كامله دستوريا وتولت مهام رئيس الجمهوريه لمده سنتين تقريبا في ضوء استمرار اساليب التعطيل جولات سجال جديده والفراغ يتربع مجدلي عيد صوت لبنان نائب رئيس مجلس الوزراء سعاد الشامي قال أن حكومة تصريف الأعمال يمكنها التواصل مع صندوق النقد الدولي وأن الودائع التي تفوق المائة ألف دولار ستعاد لأصحابها من خلال صندوق خاص أكد نائب رئيس مجلس الوزراء سعاد الشامي أن حكومة تصريف الأعمال يمكنها التواصل مع صندوق النقد الدولي بعد إنجاز الإصلاحات حتى إذا لم ينتخب رئيس للجمهورية أو تشكل حكومة ولفت النظر أن الاتفاق المبدئي مع الصندوق لا يزال جاهزا وأكد الشامي أن الحاجة للصندوق لا مفر منها والدول الخارجية غير مستعدة لمساعدة لبنان من دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي وفي ملف إعادة الودائع المحتجزة في المصارف قال الشامي ليس هناك من خطة منصفة لكل المودعين وسيكون هناك ضرر وكشف عن أن الودائع التي تفوق المائة ألف دولار ستعد لأصحابها من خلال صندوق يتم تمويله من أصول البنك المركزي والبنوك التجارية موضحا أن احتياطي العملة الصعبة والذهب يبلغ 30 مليار دولار في أفضل الأحوال أكد وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب للجزيرة أن حكومة تصريف الأعمال ستواصل محادثات ترسيم الحدود البحرية مع سوريا. في المقابل أعلنت رويترز أن حكومة تصريف الأعمال وافقت على نقل 40% في من حصة توتال انرجيز في تحالف لاستكشاف الرقعة 9 في المياه البحرية اللبنانية لشركة داجا 215 إلى ذلك أعلنت شركة انرجين البدء بإنتاج الغاز في حقل كريش البحري الذي تضمنه اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان بعد الحصول على موافقة وزارة الطاقة والحكومة الإسرائيلية المنسق الرئاسي الامريكي الخاص أموس هوكستين في بيروت قبل ان يتوجه الى اسرائيل لوضع اللمسات الاخيره على اتفاقيه ترسيم الحدود البحريه بين البلدين وسيلتقي هوكستين بحسب الخارجيه الامريكيه عون وبر وميقاتي كما يزور الناقوره لاتخاذ الخطوات النهائيه لدخول الترسيم حيز التنفيذ كما أشارت الخارجية إلى أن هوكستين سيتوجه بعد ذلك إلى إسرائيل حيث سيلتقي برئيس الوزراء يائير لابيد لافتة إلى أن بعد ذلك سي... سيقدم الطرفان إحداثيات بحرية إلى الأمم المتحدة بحضور الولايات المتحدة اهم انجازات الرئيس عون وسط الاوضاع المترديه وتراجع مستوى معيشه اللبنانيين يوما بعد يوم تقرير طراز الخوري على مشارف نهاية العهد والسياسات الاقتصادية التي انتهجها ووسط تأكيد المقربين من السلطة أنه تم تحويل الاقتصاد اللبناني في هذه السنوات إلى اقتصاد منتج وفعال يتبادر اليوم إلى أذهان اللبنانيين سؤال محتم ما هو الإنجاز الاقتصادي الذي حققه العهد الغارق في إداء غلبت عليه الكيدية السياسية والتموضع ضمن محور الممانعة ويقدر البنك الدولي أنه في الأعوام الأخيرة للعهد هناك انكماش إجمالي للناتج المحلي الحقيقي بنسبة 20.3% بعد انكماشه بنسبة 6.7% وقد انخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي للبنان من حوالي 55 مليار دولار إلى ما يقدر بنحو 33 مليار دولار في حين انخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنحو 40% من حيث القيمة الدولارية. ما هي الإنجازات الاقتصادية التي تحققت في هذا العهد؟ وماذا يقول الخبير الاقتصادي بسحبيقة؟ عن عدم دفع لبنان الديون للبنك الدولي هاي غلطه كيركي. هاي على وزارة حسان ديال. عدم تسديد الديون هيدي كانت ضربة قاضية بمعنى انه انت ما بترد الديون وما بتفاوضي مع المدينين كيف بتصير هاي يعني صرنا ناس حرامية تجي قصة الموازنات وعدم اقرار موازنات هاي يعني بالعهد انه اليوم بعدنا هلأ ما عنا موازنات مقررة من سنوات عم نعمل هلا موازنة ال 2022 والسنة خلصت يعني بطل اسم موازنة اصلا هلا بدنا نبلش بال 2023 وان شاء الله تقدر تطلع هلا قريبا يعني سوء ادارة وتقولي عهد هذا العهد مسؤول عنه حكومات كلها رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني لا يرى انجازات اقتصاديه ويتحدث عن الازمه منذ بدايتها انجازات اقتصاديه لا ما صار في ولا اي انجاز يذكر بل على العكس صار في سياسات خاطئه امعنت أم بالازمه وعمقتها وخلتها تصير اقسى على الشعب اللبناني احدى هاي الخيارات الخاطئه كان التخلف الغير منظم اللي صار عن خدمة سندات الخزينة التخلف عن الدين يعني كان مفترض يصير في توقف عن الدفع بعد التفاوض مع الدائنين بنسميه تخلف من نظم التخلف الغير منظم اللي عمله لبنان كبر الازمه كثير، سياسات الدعم اللي صارت كانت سيئه جدا لانه فوق الازمه الاقتصاديه خلقت طوابير الذل الازمه الاقتصاديه التي استفحلت خلال الاعوام السته ادت ووفق تقرير البنك الدولي ان يرزح اكثر من نصف سكان على الارجح تحت خط الفقر، حيث يعاني الجزء الاكبر من القوى العامله التي تحصل على اجورها بالليره اللبنانيه من انخفاض القوه الشرائيه، ومع ارتفاع معدل البطالة تواجه نسبة متزايدة من الأسر صعوبة في الحصول على الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية تراز الخوري صوت لبنان عهد كميل شمعون إنماء وخفض عدد مجلس النواب وأيضا مشروع وحدة اقتصادية مع سوريا بدأ عهد كميل شمعون بحكومة موظفين حياديين برئاسة الأمير خالد شاب وعضوية الوزراء موسى مبارك وجورج حكيم وسليم حيدر وكانت اولى قراراتها خفض مجلس النواب من 77 الى 44 نائبا واعطاء المراه حق الانتخاب واخذ مؤيدو كميل شمعون عليه انقلابه عليهم مثل صائب سلام وحبيب ابو شهله وعبد الله اليافي. في عهد كميل شمعون ايضا صيغ مشروع وحده اقتصاديه بين لبنان وسوريا مطلع العام 1952 ناقشه وزير الاقتصاد اللبناني جورج حكيم ونظيره السوري في اجتماع عقد في شتوره ما ادى الى استقاله الوزير موسى مبارك احتجاجا على مشروع الوحده لكن عهد كميل شمعون كان عهد الانماء بامتياز وعهد الاستثمارات الأجنبية في المشاريع اللبنانية الكبرى في العهد الشمعوني بني قصر بعبدة والمدينة الرياضية والحوض الثالث في مرفأ بيروت وجرى تطوير مطار بيروت الدولي ومحطة توليد الكهرباء في الزوق اعلن نائب اشرف ريفي الوقوف الى جانب اهالي خالده، وعدا بتحقيق العداله بقضيتهم والتخلص من دويله حزب الله، وشدد ريفي بعد زيارته دار الفتوى على الانتفاض ضد المشروع الايراني. لن يستطيع حزب الله ان يجعل من لبنان عاص ولايه او او انه بنهاية يعني تابعه للايراني الحياة. لم يكن تاريخنا هذا ولم ي... ولن يكون لا مستقبلنا ولا حاضرنا حكما كولي ايراني فليعتبر حزب الله مما يحصل في ايران الدولاب بلش يبرم الحياة خذ عبر مما يحصل في ايران خذ عبر مما يحصل في العراق انتفض الشيعة العرب الشجعان ضد المشروع الايراني وسننتفض ضد المشروع الايراني لن نكون حكما لا ولايه ولا اذا محافظه ايرانيه نهائيا النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل اقتحام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي اعلن وزير الصحه في الراس الابيض ان هناك مياه ملوثه تستخدم في ري المزروعات ما يشكل خطرا على صحه الناس مشيرا الى ان الوزاره ارسلت كتابا الى وزاره الداخليه للمساعده بفحص المياه كذلك اعلن الابيض ان لقاحات الكوليرا ستصل قريبا بعد تسجيل 11 حالة وفاة وفي ظل استمرار عمل الحكومة على احتواء وباء الكوليرا والحد من انتشاره أعلن وزير الصحة في راس الأبيض تأمين 600 ألف جرعة من لقاح الكوليرا مع ترقب وصول هذه الكمية في غضون أسبوعين الأبيض تحدث خلال مؤتمر صحفي في وزارة الصحة العامة مشيرا إلى عدد من اللجان شكلت لمتابعة الملف استعدادا لموضوع نشر اللقاح شكلت وزارة الصحة العامة لجنه للقاح الكوليرا برئاسه وزير الصحه وعضويه موظفين في الوزاره وخبراء ومنظمات دوليه والهدف من هذه اللجنه هو اعداد وتنفيذ خطه الوطنيه لنشر اللقاح واللي سوف نعلن عنها لما تجهز ولكن الهدف الاساسي هو نشر هذه الكميه اللي جايه على لبنان في فتره لا تتعدى الشهر ان شاء الله بهذا الموضوع هنالك موضوع مهم بدي احكي فيه وهو موضوع يتعلق بالعاملين في المستشفيات الحكومية خاصة الجميع بيعرف أن الحكومة وعد العاملين في المستشفيات الحكومية بمساعدات اجتماعية أسوة بالمساعدات الاجتماعية اللي حصلوا عليها العاملين في الإدارة العامة وهذا كان في قرار وأكثر من قرار طلع من الحكومة حتى الآن نحن هذه الأموال لم تصرف من وزارة المالية ونحن تكلمنا في اجتماعات الوزارية اللي صارت وصار في تشديد من دولة الرئيس على وزارة المالية لصرف هذه الأموال واللي هي لحديت الآن لم تصرف تكمن نافذة الإنقاذ من هذا الوباء في ضرورة توفر الوعي واتباع الإجراءات الوقائية المفروضة للتمكن من الخروج من هذه العاصفة بأقل أضرار ممكنة المسؤولة عن الفريق التقني في منظمة, في منظمة الصحة العالمية الدكتورة أليسار راضي أكدت في حديث لصوت لبنان أن منظمة الصحة العالمية تعمل على عدم استيطان داء الكوليرا في لبنان عبر حصره وتخفيف مدة انتشاره سياسة الاحتواء هي عندها ثلاث محاور أساسية أول شيء التشخيص المبكر وإحالة الأشخاص اللي بدهم معالجة سريعة على المستشفيات الهلأنية ميدانية أو المتخصصة أكثر توعية التوعية شغلة أساسية والأشخاص أنه يلتزموا بسبل الوقاية وأكيد سلامة المياه والإصحاح يلي هن المحور الثالث إذا هودي مشوا مع بعضهم بالتوازن ومتوازيين في أمل أنه لبنان يقدر يحتوي خاصة أنه الحالات بعد مقارنة باللي عم بيصير ب27 بلد آخر بالعالم لبنان بعد الحالات احتمال ضبطة أو احتمال احتواء أكثر اقتحم محتجون مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في صيدا احتجاجا على انقطاع المياه عن المدينة منذ أسبوع وناشد المحتجون المدير العام للمؤسسة تأمين المياه لمنازلهم غضب عارم شهدته مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من قبل شبان غاضبين من مدينة صيدا وبعض أحيائها احتجاجا على انقطاع المياه عن المدينة ومنطقتها منذ حوالي الأسبوع وقد اقتحم الشبان مؤسسة المياه في محلة البوابة الفوق في المدينة للتحدث مع مدير المؤسسة الدكتور وسيم ظاهر إلا أنهم فوجئوا بإقفال بوابة مكتب ظاهر الحديدية في وجههم فما كان منهم إلا أن ضربوا بقبضاتهم على هذه البوابة تعبيرا عن استيائهم لعدم استقبالهم وشرح معاناتهم. له. كما طالبوه بالتنحي إذا لم يكن مؤهلا لتحمل هذه المسؤولية وعلى الأثر تدخل الجيش اللبناني وعمل على تهدئة الشبان وإخراجهم من المبنى حيث نفذوا وقفة احتجاجية في باحة المؤسسة بمشاركة عقيلة النائب أسامة سعد السيدة إيمان واكد المحتجون خلال الوقفه بان وقفتهم اليوم سلميه مهددين بتصعيد تحركاتهم اذا لم يتم تامين المياه للمدينه. الماء مقطوعة عن كل صيدا، عن كل الناس، ما الماء عن حدا، عن اكس ولا زد من الناس. الناس لازم تنزل اكثر، بس هيدا هلا ان شاء الله اول خطوه رح نقوم فيها بس نحن عم بدنا نساله كشباب صيدا وكاهل مدينه صيدا وين المساعد اللي متلقي الاخ المشكور رامي ابو سيدان <applause> <applause> وين مزود ومكانات لضخ المي لقلب مدينه صيدا دورت لنا اياها كم ساعه ولهلا تضحك علينا نحن مش زاران نحن عم نطالب حقنا سلميا لحد سلميا الى ذلك اصدرت امانه سير صيدا تواجه في بلديه صيدا بيانا انتقدت فيه الانتقائيه بتوزيع الكهرباء والمياه لبعض المناطق فيما صيدا محرومه من هذا الحق مؤكدين ان من حق المدينه الاستفاده من المعامل الكهرومائيه وليس فقط من خط الخدمات كونها من ضمن حوض نهر الاولي وذلك اسوه بالمناطق التي تستفيد ب 18 ساعه يوميا من صيدا الملاح صوت لبنان تتابعونا في النشرة بعد الفاصل وزير المال السعودي سنوات جيدة للخليج وصعبة للشرق الأوسط في أخبارنا الدولية أطلقت قوات الأمن الإيرانية النار والغاز المسيل للدموع على متظاهرين في صقز مسقط رأس مهسا أميني بعد إحياء ذكرى وفاتها شهدت مدينة سقز في محافظة كردستان الإيرانية مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وحوالي عشرة ألاف من المتظاهرين تجمعوا لإحياء أربعينية مهسا أميني وسط انقطاع الإنترنت وهتف المحتجون امرأة حياة حرية والموت للديكتاتور وكردستان كردستان مقبرة الفاشيين ووفق ناشطين في مجال حقوق الإنسان حذرت أجهزة الأمن عائلة أميني من إقامة مراسم أربعين والطلب من الناس زياره قبرها والا عليهم ان يقلقوا على حياه ابنهم وشارك في الاحتجاجات نجوم كرة قدم إيرانيين بارزين مثل الهداف الأسطوري علي دائي وحارس المرمى حامد لاك وكان تم استجواب علي دائي في السابق بسبب تصريحات تدعم الاحتجاجات وصدر جواز سفره لفترة وأدت أعمال القمع التي نفذتها قوات الأمن إثر وفاة مهسا أميني إلى سقوط 141 قتيلا على الأقل بينهم أطفال بحسب حصيلة جديدة أوردتها منظمة حقوق الإنسان في إيران رأى وزير المال السعودي أن الأشهر الستة المقبلة وربما السنوات الست ستكون جيدة جدا لدول الخليج العربية لكنها ستكون صعبة جدا على منطقة الشرق الأوسط ولفت الوزير محمد الجدعان خلال مؤتمر مبادره الاستثمار في الرياض الى ان دور السعوديه هو مساعده المنطقه مشيرا الى ان بلاده ارسلت مساعدات تشمل مواد غذائيه وموارد للطاقه الى دول منخفضه الدخل وغيرها. الى الصفحه الاقتصاديه مع باميلا ابراهيم القصيفي. تراجعت أسعار النفط اليوم بعد أن أظهرت بيانات الصناعة أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع لكن مخاوف العرض حدت من الخسائر كما أفادت وكالة رويترز تراوح سعر صرف الدولار بالسوق السوداء بلبنان ما بين 36900 ليرة للشراء و37000 ليرة للمبيع نقلت وكالة رويترز عن الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو أن هناك الكثير من الغموض بسوق النفط قبل الحظر الأوروبي على الخام والمنتوجات النفطية الروسيه في مخص الاسواق الماليه وابرز العناوين صندوق الاستثمارات السعودي يعلن تاسيس خمس شركات اقليميه ب24 مليار دولار تمدد اقليمي ودولي للغاز الاسرائيلي عبر الاراضي الاردنيه أخبار الرياضة مع رومين طنوس بداية أخبارنا الرياضية بمنافسات دوري أبطال أوروبا خسر نادي ريال مدريد أمام لايبزيغ الألماني بنتيجة 3-2 وبنفس المجموعة تعادل 1-1 سلتيك الاسكتلندي وشختر الأوكراني وبالمجموعة الخامسة فاز نادي ميلان الإيطالي على دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 4-0 إلى ذلك تعادل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي 0-0 مع بوروسيا دورتموند الألماني وبالمجموعة الثامنة فاز نادي بنفيكا البرتغالي على جوفنتوس بنتيجة 4-3 ومننتقل للدوري المصري بكرة القدم فاز فريق طلائع على الجيش على ام بي بنتيجة 2-1 ومننتقل لكرة السلة الأمريكية خسر جولدن ستيت ووريرز أمام فينيكس سانز بفارق 29 نقطة بنتيجة 134 105 وخسر دالاس مافريكس بنتيجة 113 111 أمام نيو أورلينز بليكنز الصفحة الأخيرة للأحوال الجوية الجو اليوم غائم مع أمطار متفرقة ومتقطعة بتشتد أحيانا بالمناطق الداخلية والجنوبية وبتتراوح الحرارة بين 23 و 27 درجة الرياح متقلبة شمالية غربية إلى شرقية ضعيفة إلى معتدلة سرعتها بين 20 و 45 كم بالساعة ونسبة الرطوبة بتتراوح بين 70 و 95 في المية الجو بكرة الخميس غائم جزئيا مع احتمال ضئيل لتساقط أمطار وبتتراوح الحرارة بين 19 و27 درجة. الجو يوم الجمعة مستقر أيضاً والحرارة بتتراوح بين 19 و26 درجة. جو الويك إند مستقر أيضاً والحرارة بتتراوح بين 23 و27 درجة. النشر انتهت تابعونا عبر موقعنا vdl.me ام ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا Voice of Lebanon 100.5 وعلى الابليكيشن شكرا لحسن المتابعة والى اللقاء